هذه الموازنة اللي راح تقدم إنه تسر يعني وصلتنا النسخة الأولية بشكل غير رسمي واطلعنا على بعض من مفاصلها، ممكن أن تثير إشكاليات تتعلق بالواقع الأخير اللي يتعلق بكردستان، ممكن تثير إشكاليات تتعلق بمقدار تخصيص المبالغ للمناطق اللي تعرضت للإرهاب بصورة أو بأخرى، وهذا يحتاج إلى حلول. صحيح الحل السياسي مهم ومطلوب ومقنع، بس أيضا في ذات الوقت أرجو أن تدركون له تكلفة مالية، العبء المالي الموجود، وبالتالي يمكن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش حتى نقدر يعني نوصل إلى الصيغة المقنعة المقبولة بهذا الأمر. القضية الثالثة اللي إحنا أيضا بودنا أن نطلع فيها على وجهات النظر، اللي هي عملية الإصلاح المالي في بعض التشريعات ضمن مجلس النواب